ها يا اخوي مودي يا جمال حلب، انا مفتح له. خليك عني بالله يا بتقوم، والله انت افتح. السلام عليكم. اهلا. انا ابو صبحي. وانا غساء. عم دور على واحد اسمه ابو حمدو. بالله والله. وقالوا لي بلاقيه بهالوقت. يا فضل فوتوا 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 عمي. فوتوا تفضل. فوتي يا خيتي فوتي. اهلا. اهلا وسهلا يا عمي. هذا عمي ابو حمدو. عم يسال عنا. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه يا ابو حمدو. عافاك الله. انا ابو صبحي. اهلين تشرفنا. هاي بنتي ورفيقتها. اهلا 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 وسهلا. وعم ندور على بيت للايجار. وصلت سيدي، هذا البيت للايجار ان شاء الله. إيه؟ سمعت انك زلمه ادمي. يخلي لي اياك. كيف لك هان؟ بتعرف انه هدول يعني بنات لحالهم، بدي امن عليهم. ولو طمن طمن بعتبرهم مثل بناتي واعز والله. الله يخليك. الحمد لله. نعم والله. عمي ابو حمدو معلش نشوف الغرف اذا سمحت. إيه تفضل تفضل تفضل. شرفوا شرفوا تفضلوا شرفوا شرفوا تعرفوا. لا تبخسونا والله، البيت مكركب، كنا بنلعب طاوله وخربت الطاوله علينا. مين هدول الشباب؟ هدول مستأجرين من الإدارة، هلا في شوية حسابات بيناتي ورايحين. فاتي فوتوا فوتوا فوتوا. هذا الحمام هون يا عم. ايه عندك خلاص لفاتي ماشي. ولا راضي هذا بتحتاني جوا جوا جوا. ربما كيف في خانة لبريحة جريتك هسه حابب تحتاني جوا؟ معقول انت زني؟ يا شباب ترى ليكو رحت السكرة وقشت الفكرة. معقولي يا زميلي ابو حمدو قال لي انا من البيت؟ والله اذا قال لي انا ابو حمدو من البيت رح نتشنطط بالشوارع. قلت لك لا والله انا اللي علي قلت لكم اياه. الزلمه بده مصاري، شفته براس الشارع عيونه عم تقدح نار ما رديته علي. الرجال بده مصاري، التزاماته بيعرف التزاماته مثل ما بيعرف الولد ابوه. عندنا بالبلد ابو نواف المختار الله يذكره. يا راضي زلمه حتحكي لنا قصه حياتك انت؟ شو بعرفني؟ نحن بشو ولا بشو؟ لازم نلاقي حل للقصه اللي نحن فيها. شو الحل؟ على كل انا عندي فكره. ليه بالله عندي فكره؟ والله انا شايفه انه ممتاز البيت، يعني وضعه هيك كثير منيح. يا اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا والله، بتستاهلوا هذا البيت واحسن منه. اي والله. شو بابا عجبكم البيت مشان نتفق مع ابو حمدو؟ ما بنختلف باذن الله ما بنختلف، بس الي شرط واحد انا. إذا بتريد يعني بدي إجرة البيت تكون جاهزة بعشرة الشهر. لا من هالناحية طمن وكل شيء تمام تمام. إيه على عيني. طيب عمو معلش نشوف المطبخ إذا سمحت. إيه لكان يكون المطبخ جاهز، تفضلوا الحقوني لكم. يلا روحوا شوفوا المطبخ. ثلاثة 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 أربعة خمسة اثنين. على الساعة أربعة تليفون من خالي. عمي يا صبحي؟ نعم هون هون. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي انصحك نصيحة، هذا البيت اوعك تستأجره. ما لكم مصلحة ابدا ابدا. ها ليش ليش بقى؟ هذا مسكون؟ مسكون؟ لك هيك فوق بعض السكة. مسكون؟ لا مو سكة، مسكون يعني في اشباح. اشباح؟ اشط اشباح حولك وحواليك. لكن ليش نحن تاركينه؟ نحن هربانين؟ لكان هربانين؟ فيش مرة هو بعيد، فيش مرة هو بعيد. شفتها عليك؟ هاي كاسة شاي للشبح. هاي شاب شاي. عم يشرب شاي. اي والله ما عم يشرب شاي. هذا واحد منهم عم يشرب شاي. ليك ليك هذا وينه؟ ليك هذا ليك هذا ليك هذا ليك هذا ليك هذا البداية شفتوا هذا واحد منهم. شو صح؟ مين هذا؟ عمي انت حرها. شو حر؟ لك وين ترك صندوق الحرائق؟ بسم الله. كش مرة هو بعيد، كش مرة هو بعيد. كثير حلو البيت عمو. ايه تكرم عينك تغيره على عيني وراسي. ما غير شيء، لا براد ولا غير براد ولا غاز ولا غاز. ما في شيء غلط ولا غلط. ما في شيء ما في شيء. خاطر الله وحدنا. طولوا بالكم يا شباب. شو في؟ شو صار شباب؟